السلام عليكم. صباح الخير على الجميع، ان شاء الله طيبين وسالمين في احسن حال يا رب العالمين. صباح شروق اليوم يا رب تعجبكم، هي مختلفه شويه باعتبار الضيوف اللي حيكونوا معي، وهو صباح الفنون بشكل عام. حنتكلم في الفنون وممكن تعمل شنو بالضبط. عندنا محور ثاني او فقرتنا الثانيه حتكون صوفيه جدا، اتمنىكم تستمتعوا بالحلقه دي. التيم العامل يحييكم في كل مكان، خد الريموت نبدا مشوارنا مع بعض. يلا قلب يحدث بريقة ضجة الطوف المكان، حتى جل من بدري جات من ظلامات السكان، حتى جل يحدث بريقة ضجة الطوف المكان، حتى جل من بدري جات من ظلامات السكان، شايلة قمرين في عيونه بات حليلين، في جبونه شايلة قمرين في عيونه بات حليلين، في جبونه طاوية سحاب انتمت ليل ريحات تنتمي لعصور جديدة، حتى جل بنت الحديقة، حتى جل بنت الحديقة، حتى جل بنت البريدة ضحكة منتصرة وعنيدة، أملة مزدهرة وجديدة، ناكشة في الظلوميات، حتى جل بنت البريدة ضحكة منتصرة وعنيدة، أملة مزدهرة وجديدة، ناكشة في الظلوميات، حتى جل من بدري جات ناسفة أزمان الثبات، حتى جل من بدري جات ناسفة أزمان الثبات، وصفة للناس الطريق للعصافير الجهاد، وصفة للناس الطريق للعصافير الجهاد، حتى جل بنت الحديقة، حتى جل بنت الحديقة، حتى جل بنت الحديقة، حتى جل بنت الحديقة، فاردة أنسام في طريقه شايلة ألوان، حتى جل بنت الحديقة،
تجي البت الحديقة. لكم التحية في كل مكان الناس اللي التحقوا بين الآن لمتابعة صباح الشروق. لك الرحمة والمغفرة راحل مصطفى سيد أحمد واللي بيتوافق شهر واحد ده وفاته، وحتم ذكره خلال شاشة الشروق في الأيام المقبلة. طيب خلونا نرحب بضيفي الأول أو فقرتي الأولى الأستاذة فاطمة عبد الرحمن محمد القريش، وهي دارسة التربية الفنية وتعمل في تدريس الفنون بالمدارس، وهي من الجزيرة أبها، هي ضيفتي الأولى. أهلا بك، صباح الخير عليك. مرحب بك أستاذ محمود، ومرحب بقناة الشروق على الاستضافة الجميلة. كنت متوقعة من زمان، يعني لأنه ما ممكن يعني فن وإبداع صحيح يعني يكون رايح سايما خطأنا نحن، معلش. لا لا ما مشكلة، لكن الحمد لله يعني أنا سعيدة جدا والله ومبسوطة معاكم اليوم إن شاء الله. أنا فاطمة عبد الرحمن محمود القريش، من مواليد وذكرة ريف طنبول رفاعة الميلاد. ترعرعت ونشأت في جزيرة أبا بحكم الوالد الأنصاري، انتقلنا من منطقة رفاعة إلى منطقة الجزيرة أبا. فترعرعت في الجزيرة أبا ودرست كل المراحل الدراسية في الجزيرة أبا، الابتدائي المتوسط الثانوي، ثم انتقلت إلى جامعة السودان الفنون. معنى دي بيت الجزيرة أبا الفنون، أنا بيت الجزيرة صحيح أبا. وكل الناتج مهدى للجزيرة أبا. يا سلام عليك، نتكلم عنها شوية ونديها حقها وتأثيرها عليك المدينة ذاتها. والله الجزيرة أبا دي يعني أنا بالشخص الضعيف يعني ممكن ما وفيها حقها، لكن الشيء البسيط اللي بقول عن الجزيرة أبا إنها مدينة جميلة جدا. نعم، يعني فرخت أجيال رائعة بتحمل معاني جميلة، طيبة وإنسانية. يعني والله إنسان الجزيرة أبا إلا إذا عايشته بعدك تقدر تحكم عليه، في اللمحة الصوفية يا جميل. نعم، ناس متواضعين، ناس بسيطين، مهما وصلوا من درجات في التعليم، مواقع اجتماعية. نعم، لكن لما تجي يعني تكون في حضرتهم تلقاهم ناس بسيطين فعلا، النزعة الصوفية، لأنهم مجتمع تربى على الدين ويعني تنشئة. نعم، الدينية أنصار كذا. نعم، فالجزيرة أبا يعني الناس اللي ما بيعرفوا الجزيرة أبا هي السودان، فيها التنوع، هي السودان المصغر. نعم، يعني كل الألوان الطيف السودانية نحن بنجدها في الجزيرة أبا. نعم بالضبط، وما في فوارق يعني في الجزيرة أبا. نعم، أصلا ما بتعرف زي ما قالوا أشيلسي حاصل كذا وكذا، لا 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 ما في. نعم، يعني بعد الناس هسي في الأجيال دي بقت تعرف ده من وين وده شرق وده غريب وده كده. وطبعا ده سؤالي اللي كان الجاي، هل لسه الجزيرة أبا محافظة على كل الأوصاف اللي انت قلتيها دي ولا؟ والله محافظة بقدر كبير، يعني بالذات الناس اللي تولدت، يعني ممكن يكون في ناس جو طبعا باعتبار الهجرة صحيح من الريف، ممكن ناس أسر كثيرة يعني انتقلت من الجزيرة أبا. نعم، لكن الجذور بتاعتها لسه مرتبطين يعني بالجزيرة ورجعوا. نعم، لكن نفس النسيج الاجتماعي الموجود زمان حاليا موجود. نعم، يعني كرم الضيف والترحاب يا أخي، الجزيرة دي حاجة تانية. نعم، والله يعني جميلة جدا جدا. فعشان كده بنلقى معظم الناس اللي برزت فهم فنانين. لأنها هي زي ما قال الشاعر في توتي، يا درة حفها النيل. نحن برضو بنقول الجزيرة أبا درة حفها النيل، لأنها جزيرة محاطة صحيح بالمياه من كل الاتجاهات، وبعدين جميلة خضراء عند ساحل جميل جدا. يعني الجزيرة دي تنفع منطقة سياحية من الدرجة الأولى. ده تأثير الإبداعي عليك، وده التأثير الإبداعي مش علي أنا، على كل الناس يعني الأسر في الجزيرة أبا. لكن الإبداع أحيانا بيلقى فرصة يطلع، وأحيانا حيكون في داخل الإنسان صحيح موجود لو ما لقى الفرصة طلع. نعم، فأنا الخلاني يعني أكون مثلا أخذت الجانب الفني، مع أنه أنا بدايتي بداية
أول ما امتحنت الشهادة السودانية على رغبة الوالد إن أنا أخش جامعة القرآن الكريم قسم الدعوة والإعلام. نعم. وفعلت. بعد ذلك مشيت فنون. وما نجحت في المعاينة. نعم. لأن أصلاً الرغبة فنون. آه. لكن حققت للوالد رغبته، أنا ما نجحت يا أبوي في الحتة دي، أنا أبقى حامشي. نعم. مشيت جامعة السودان التربية الفنية. جامعة السودان كان فيها قسمين، قسم الفنون الجميلة. نعم. التشكيلية. وجسم التربية الفنية. نعم. فكان كنا الدفعة الثالثة في كلية التربية. نعم. اخترتها مش لأنه مثلاً أنا ما ناي، لكن اخترت الجانب التربوي. نعم. لأنه كان عندي بعد نظر في إنه لازم التربية الفنون تدرس. نعم. يعني وفي المدارس لازم يكون معاها الجانب التربوي. نعم. فأنا لما صحيح. درستها بدرس علم نفس أطفال، بدرس طرق التدريس، كيف أنا أقدر أوصل المادة دي للطالب. لأنه ده محور كامل أنا جايه بعد شوية. أهمية أن نزول يكون فنان ومدرس في نفس اللحظة دي حنجيبه بقى لقدام. لكن أتكلم عن شقيقي الأكبر واللي هو طبعاً أنا زي ما عرفت اللي هو تأثير كبير عليك يعني. نعم. فزمان تأثير الأشقاء هم اثنين أكبر مني. نعم. فكان زمان في المدارس الأولية انتوا الرسم ده ثابت، الكلام ده في اواخر السبعينات. نعم. الرسم ثابت يعني في المدارس الاوليه بيجيبوا لهم السكتشات والالوان. صحيح. حصه الفنون ثابته. حصه الفنون كانت ثابته. نعم. فهم لما يمشوا المدرسه اليوم اللي ما عنده فيه حصه فنون، انا بلقى فرصتي في الحاجات في البيت لانه ما دخلت المدرسه. نعم. الالوان اشخبط والون، ويعني كعاده كل السودانيين المالقه لهم بيلقى فحمه. صحيح. يعني على الحائط على الهناي بيشتغل يعني. فدي الحته. بعدين هم ما شاء الله يعني رسامين وشعراء في نفس الوقت. نعم. اخوانك الاثنين. الاخوان الاثنين. والوالده ذات الشغل ده شغل الوالده تقريبا. يعني باعتبارها زوله فنانه يعني الحاجات اليدويه المهارات دي. فانا اخذتها منها هي لانه كانوا بيشتغلوا زمان شغل الصوف والكرشيه والتطريز. صحيح. يعني ما كانت بتجي ملايات المستورده، ما كان الناس بيشتغل بها كثير، كان بيشتغل بالملايات المشغوله. حتى الطواقي كان بيتصيد في البيت والمناديل. صحيح. الحاجات الجميله. صحيح. اللي كانت زمان الناس. نعم. يعني كانت بتتداولها وكانت في المناسبات هي ساهمت في انك تصنعي الحاجات اللي هي امام الناس. ساهمت. انا اكتشفت بعد ما درست الفنون. نعم. بعد ما درست الفنون وجيت في يوم انا ماسكه الشغل بتاع الطار، ده طار بنعمل عليه والقماش وبنجي بنشتغل فيه الابره. فما عرفت، كانت بتعيني قالت لي جيبيه. نعم. يعني الكلام ده بعد خرجتها في التسعينات، واخر التسعينات، ما كنت مكتشفه. نعم. فاديتها اشتغلت لي شغل جميل بتاع تطريز. بالفطره. نعم. ما كان يعني ما كان عنده استاذ ولا بيعرفه. صحيح. لكن بيعرفوا يعني المهارات اللي دي كانت عندهم. نعم. فاشتغلت في الجانب ده، اخذت الجانب ده منها. ومن اخواني اخذت طبعا الشغل بتاع التشكيل وبرضه الشغل اليدوي ده، لانه زمان هم الاولاد وانا البنت معاهم ولد يعني. نعم. جاريه وراهم يعملوا العربات ويعملوا القطر ويعملوا المسدس. من زمان في الصفيحة الخفيفة اللي بتقص بالمقص. صحيح. الحاجات دي اخذتها منهم والله يعني سبحان الله ما لقوا حظهم برضه. يعني فنهم لكن ورثتي نعم جوان ورثتهم. نعم. وليهم التحية. أنا أحيي أخوي محمود وأترحم على روح أخوي الأكبر محمد أحمد، ربنا يرحمه ويغفر له. فأنا أخذت منهم الملاحظ كل الجوانب. الملاحظ إنه الحاجات اللي قدامنا دي كلها إعادة تدوير، ريسايكلينج كلها. يعني هي حاجات مرات إحنا بنجدعها في القمامة ومرات بتكون موجودة في البيت، لكن ما في زول بينتبه بانه ممكن يصنع منها شيء. يعني نتكلم على المواد البسيطه دي يعني بتطلع منها كل الجمال ده. ايوه. هي فعلا فيها الجزء ده، فيه جزء ريسايكلينج وفيه جزء ابداعي، لانه هسه نحن بنستخدم الفوط وبنستخدم الملايات الجايانه مستورده من برا. نعم. في شغل ممكن تقول عليه محاكاه. طيب. يعني مثلا انا الشغل ده شفته في شغل جاي من الصين. نعم. ده ما فيه خيط. ده شغل بالكاوية. أها. تخريم وتفريق تسخين للكاوية. ما خياطة سيدة، ما خياطة. ما خياطة. ما فيه أي خياطة. نعم. قص وتركيب، يعني نعم. أقص بالكاوية الشكل وأجي أعمل التركيب. نعم. لكن ضروري يكون في شنو؟ يكون عندي استنسل للحاجة اللي أنا أقصها أول. أيوة. بعد كده أجي أعمل عليها تركيب. ف
فالشغل ده جميل جدا متوفر الحاجات دي، يعني سيد قماش قاعد موجود في السوق. ايوه وده ورق مقوى تقريبا، وده ورق كله متوفر ومتاح بأبسط يعني اسعاره بسيطه جدا. اوكي فنحن الحاجات دي زي ما بقول لو دخلنا مجال الاقتصاد بنخسر فيها دولارات، مع انه نحن هنا الشعب السوداني ده انا ايزي منه، الشعب السوداني شعبي فنان جدا جدا. نعم لكن ضعفنا في انه نحن ما علمنا، عشان كده انا مركزه على التعليم الاساس بالذات في المرحله من الصف الاول لحد الصف السادس. نعم. حاليا نعم. في كل المدارس اذا كان بالنسبه للاولاد او البنات، انا حاليا بدرس اولاد لكن برضو في البنات كان عندي دور من 2000 لحد 2015 كنت بدرس صحيح. بنات انا والله الاثار انتباهي هسي كلمتك الاخيره دي، انه الكلام ده احنا بنخسر فيه دولارات. ايوه دي بتكون اقل من 5 دولار او 6 دولار وبتجي أيوة. من برا يعني ممكن نعملها في البيت. يعني الشغل ده لو عينوا ليه ما بقولوا اصلا انا عاملاه هنا صحيح. في السودان مستورد يعني جايين كده، يعني الناس بتشوفه كده، لكن ده شغل بسيط جدا واي زول ممكن يعمله. صحيح يعني ذكرتيني والله زمان كاس المخدات المكتوب فيها صباح الخير، يعني صباح الخير تتكتب بالخيط تتخيط وتتعمل هنا، يعني اشغال ده الشغل بتاع الريسايكل يعني عاده التدوير دي الاقلام بتاعت قلم البيك العادي ده المدرسه الجافه. يا استاذ بالله قلمك لو خلص الدينوي يا استاذ اديني اقلامكم طلع الشكل جمعت الاقلام عملتها يلا ده كمان هنا بال بالمسدس مسدس الشمع برضو يتسخن في النار وانت تخط الشكل اللي عايز تعمله ودي لا 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 يعني اسي هي من الاقلام وبقت مقلمه بالضبط. ممكن حاجات كثيره ممكن اخطها في المطبخ واخط السكاكين والملاعق والحاجات دي حتى حلاوه العيد ده ممكن بالحجم الاكبر شويه ممكن يعني ازول عمله بطريقه ثانيه صحيح ممكن. فالشغل ده مهم جدا بالنسبه يعني الشابات اخواتنا الشابات ما لقوا حظهم مثلا من التعليم مشوا لقدام، فيعني لو اتعملت جمعيات كبيره يعني مش جمعيات فرعيه حاجه بسيطه كده جمعيات تكون ضخمه يعني تدرس الناس ديل على صحيح الشغل بتاع الفوط الملايات في حاجات كثيره جدا. انا فعلا كنت عاوز لك انه ده الشغل اليدوي ده ممكن يعني في اوقات الفراغ يبقى مصدر دخل للنساء في البيت، يعني مصدر دخل كبير جدا. الشغل ده الناس انت شايفه ده قبل 2010 قبل 2010 ده كان في الإجازة حقة الوضوء، أنا كنت بوالدة بالشاب اللي قاعد قدامنا ده، فده كان فترة أنا قاعدة في البيت يعني ومنه تياب وعمل الاكسسوارات يعني ما واقفة على شيء واحد يعني ياسي مثلا دين بمشي بجيب المواد وبعمل منها سلاسل وسبح اي بالضبط، يعني ما بيحتاج انه زول يمشي يستوردها من برا ولا يجيبها، انا اجيب المواد الخام ونصنع والاشياء كثيره جدا جدا نحن لو قعدنا للمجال بتاع الحرف ولا الاعمال اليدويه. ممتاز طيب نجي للمحور الاساسي والمهم جدا، لما نكون المعلم فنان ده بالضروره يعني بأثر على ادائه بالنسبه لتلاميذه ولطلبته بشكل عام، دي برضه بدنا نتكلم عنها والله شويه لانه حنرفق الكلام ده بصور. يلا ده الجانب الجميل جدا والان رابطني بالمدارس والتدريس الجانب بتاع انه الطالب لازم يدرس التربيه الفنيه. نعم فبعض المدارس لانها ما متاح فيها المواد، يعني اسي ده شغل الاطفال شغل التلاميذ صح؟ ده شغل التلاميذ. نعم. فنحن المؤسسه اللي فيها مؤسسه يعني موفره كل المعينات. نعم ففي مدارس ثانيه ما بتلقى الحاجه دي صحيح. مع انها ضروريه ومهمه جدا جدا لانه التنشئه بتاعت الطفل ده لما تلقى كل الحاجات دي فيه حيطلع لك نموذج كده جميل جدا صحيح. مبدع صحيح. في كل حاجه. نعم. في اي مجال هو سلكه يعني يكون فيه جزء من الابداع. نعم. فنحن في مثلا العمل بالذات العمل بتاع التلوين ناسي عندي نموذج منه هنا. نعم. الاعمال بتاعت التلوين دي اعمال بتاع التلاميذ في المرحله الصغرى. نعم يعني ده الشغل ده اول حاجه الصب ناس اولى نرفع على الكاميرا فوق حبه الصب. نعم شفت الصب والدقه. نعم. والانضباط صحيح كله في العمل الفني. نعم صحيح يعني نحن بنطلع زول مبدع. نعم ودي الحاجه اللي انا يعني زي ما بقوله الفن رساله دي رسالتي
في امكاني امشي اشتغل زي ما انا خريجة التصميم اضاحي. صحيح. امشي مجال الاعلام. نعم. لكن لا. الجرافيك. نعم. لا انا بالتحديد رسالتي في الاولاد دي. التنشئة. لازم انه احنا عندنا يكون جيل في المستقبل. جيل رائد لانه المستقبل حقهم. نعم. يعني احنا لما لو ما ملكناهم الخبرات اللي عندنا. صحيح. بالطريقة الصحيحة وبالذات في جانب الفنون يعني هسه امسك اي زول مبدع. لازم تلقاه في عنده جانب فني. صحيح. صحيح. تلقى لك زول مبدع في مجاله ما عنده جانب فني. وحتى في حياته حتى في المدرسة أو في حوش المدرسة. أي. يعني التدوير دي بتشتغل بعد بالأقلام اللي بيدعوها. الأقلام اللي بيدعوها يعني مثلاً نعم. ده شغل التلميذ التلاميذ في فسحة الفطور. يعني إحنا ما بنقدر نجزم نقول لهم لا ما تعمل ما تشتري ما تأكل لا نعم. يعمل حاجاته. لكن عشان مدرستنا ما تكون وسخانة. نعم. بنعمل له ورسائل يستفيدوا يستفيدوا من المواد بنستفيد طوالي بندور الشغل ده بنعلقه نعم الأداس ده الأكياس بتاعت الجبس بيلا بتديك شنو غير ان احنا عملنا لها ريسايكلينج نعم. الحركه بتاعت التطبيق دي بتديك مهاره في يدك صحيح ودايره صبر زي ما قلت ودايره صبر صحيح يعني نحن بنعلم الطفل ده كميه من الحاجات وبس الحاجه المحزنه انها مو متاحه لكل التلاميذ نعم بالضبط ما متاحه لكل التلاميذ وحتى حتى الحاجات دي غير انها ما متاحه انا تخيل لي ذات واسي ما هي مدرسه فيها حصه فنون ما كل هي اتعدمت تقريبا يعني مع انه جامعه السودان العلوم والتكنولوجيا كل سنه بتخرج الاف يعني من التربيه الفنيه والتربيه الفنيه بالضبط فمفترض تكون الزامي في كل المدارس نعم. المدارس المرحله بتاع الاساس وبعدين هم بيمتحنوا فيها برضه في الشهاده السودانيه صحيح. للناس اللي عندهم ميول هندسيه كده بياخدوا نعم. فيها بتنمي مهارات ضروري جدا في الاساس لان الفتره اللي بتشكل فيها الطالب صحيح. صحيح يعني انا لما انا شكل لي طالبه ناسي عندي برضه ثاني عمل هنا يعني انا قلت له والله دي الحصه حق تمس نعم كنت براهن على الولد ده قلت له والله يا ولدي يعني عمل جميل جدا جدا شغل بتاع تلوين نعم شغل تلوين يعني ده لو قال لك طالب في الصف الخامس ما بتصدق طفل فنان حقيقه فنان نعم. جدا نعم. يعني انا اديته نموذج اديته صفقه بس كده بتاع شجر رسمت عليه في السبوره نعم واديته المقاسات اللي هيعمل فيها قلت له اشتغل نعم طلع شكل عجيب ممكن يكون مستقبله لقدام ايوه نعم. من اللحظه انا قررت لهم قلت لهم ده قلت له عايز تبقى شنو قال عايز طبيب قلت له طبيب فنان طبيب هتكون ناجح في مجالك ما اجمل لما يكون طبيب فنان طبعا اكيد وعندنا اطباء نماذج كثيره طبعا اطباء فنانين جميلين جدا جدا يا سلام فده برضه برضه من الاعمال بتاعت نعم. التلاميذ فكل هذه كانت حصه واحده بعدين تركيب الالوان يعني اختيار اختيار الالوان انا ما بساعد يعني. ما بساعد في الاختيار نعم. فدي اختياراته اختيارات التلميذ ذاته نعم فبيشتغلوا بيعملوا عمل جميل جدا جدا عشان كده ضروري جدا صحيح. في مرحله صحيح. الاساس مرحله التنشئه نعم. انه الاطفال ديل كله ياخذوا حظهم من ماده التربيه الفنيه لانها لها دور كبير جدا في حياتهم المستقبليه وغير كده هو بيقولوا انه اذا عاوز تعرف نفسيه الطفل خليه يرسم هو برسم ما يحس به يعني اذا كان مكهور اذا كان زعلان اذا كان سعيد فبيصهر في رسومات يعني بيحصل بيحصل نعم. لانه نحن في المؤسسه بتاعتنا في اللي هي مدارس الجوده نعم. مع العمل ده مصاحب طوالي للحصه بتاعت الفنون عندنا مشرف نعم. مشرف اجتماعي واخصائي نفسي نعم لانه احنا العمل بالذات عندنا حاجه اسمها الفنون التعبيريه، الفنون التعبيريه دي الطفل بيعكس صحيح ما يدور في ذهنه ما يدور في نفسيته كل المشاكل ودي مهمه جدا جدا صحيح. يعني احنا ناسي ما بنملي التلميذ بنقول له اعمل كده اعمل كده لا بنديه الحريه، الحريه دي هو بيطلع الحاجات اللي عنده مشاكله النفسيه كل الحاجات اللي بيعاني صحيح. منها حتى الكبار والله المفروض يرسموا يعني والله المفروض ترسم وتكتب وتطلع الحاجات المفروض يرسموا انا ناسي لو ده عملت دار عمل استبيان لو وديت ورق زي ده لناس كبار وديتهم الوان نعم. والله يطلع حاجات عجيبه جدا صحيح صحيح فانت لازم تفرق ما بعرف التفريغ ما درست ما عارف وخذ لك علبه الوان من المكتبه وورق نعم تعال بس فضي بس اخر بطل. اليوم بالذات اخر اليوم الرهق اللي بيحصل للناس والتعب نعم. مش الحاصل للنفس والضغط النفسي ده تعال فضي في الورقه بالضبط حتنوم هادي وزول اللي يكون ما عندك اي مشاكل ونحن اكثر شعب محتاجين نرسم والله محتاجين يعني. نرسم بعد لكن الناس يعني فهمها للفن بالضبط. والفنون يعني
ما لقى حظه يعني. صحيح للاسف والله، زي ما قلت هو بيجي في مؤخره اهتمام الناس الفنون بشكل عام يعني. حتى في البيت يعني، ما اي اسره يعني بتخلي الطفل يمشي رغبته فنون، لانه طوال السؤال العجيب ده القصر، انك حتشتغل شنو؟ نعم تعمل شنو؟ لكن لو خلوه مش في رغبته ممكن يكون شخص مفيد جدا ويستفيد حتى ماليا يعني. طبعا يعني هسه انا لو اشتغلت بس اتجهت ما في التعليم، اتجهت للشغل الفني بتاعي ده، اليوم حكون زوله سريعه جدا. صحيح اي، لكن انا اخترت انه الرساله بتاعتي تكون للاطفال ديل، وانه المكسب المادي والعائد الأولاد ديل، لأنه هسه أنا عندي شباب تخرجوا من الجامعات، أنا بدرس من سنة 2000 في المدارس الأساس، وكنت في كوستي بدرس في مدارس الأندلس الخاصة برضو، مؤسسة الأندلس الخاصة. عندنا طلبة كثيرين جدا جدا تخرجوا من الجامعات، ممتازين جدا جدا في كل المجالات. أنا عندك طلبة دخلوا فنون؟ طلبة والله يعني، أنا بتبسط لما نلقى يعني شنو يعني أنا يكون عندي برش، لكن عندي زول، عندي بني آدم في صحيح. المجال الفلاني في الحتة الفلانية يعني زول أنت بتكون مبسوط جدا. صحيح يعني لما يجيبوا لي واحد هنا في الشاشة إنه ده أنا درسته زمان، بكون مبسوط والحولي يكون مبسوط، يا إخواننا ده ولدي درسته. صحيح أيوة بالضبط. وزي ما قلت بيجيك الرضا النفسي ده من إنه طلبتك ما ربيتي، وأنت بالتحديد بقى فنان كبير فعلا والله، دي حقيقة. إحنا عاوزين نهديك لحن لعمر إحساس، نيجي راجعين تاني. جميل تمام. Thank you.
لكم التحية في كل مكان. أنا ما زالت معي الأستاذة الفنانة فاطمة القريش لمواصلة ما قطع من حديث. التنوع في السودان يا أستاذة باين للناس، ولما نقول التنوع طوالي معناه في ألوان مختلفة من منطقة لأخرى. ما تم توظيف الكلام بالشكل المناسب، رأيك شنو؟ والله التنوع زي ما قلت يعني له جوانب كثيرة جدا في حاجات كثيرة، يعني في الصحراء عندنا الخضرة عندنا، أيوة. النخيل عندنا، أيوة. كل منطقة تمتاز عن المنطقة الثانية بشكل مختلف. أيوة أنا زرت يعني مناطق كثيرة جدا في السودان، فوجدت فيها التنوع، وجدت فيها يعني الإبداع بكل الأشكال بتاعته. فالتنوع بتاعنا يعني إضافة جميلة بالنسبة لنا، يعني ما مفترض يكون خصما علينا. صحيح، لأنه تنوع جميل والله. فيعني الخضرة، النيل، المناطق الجبلية، الشلالات، المياه. صحيح. الأنهار، الجداول، وده أثر على اختيار ألواننا بالمناسبة. أيوة. تمشي شمالا بتلقى الناس ميالين لأنه يلبسوا الأبيض أكثر. أيوة بتلقى تمشي النيل الأزرق هنا الأمبرر مثلا. أيوة. بتلقى في زحمة ألوان. أيوة. بتلقى نعم. الألوان متنوعة. نعم. فكل يعني مثلا منطقة بيكون عنده نفسية في الألوان، اختيارهم للألوان. صحيح. بتاعتهم. نعم. لكن في حتات يعني مثلا زي ناس المدينة، ناس الوسط بيبقى هنا تانية عندهم تأثيرات تانية. نعم. ثقافتهم، حاجاتهم بتأثر فيها، لكن المناطق في الأقاليم كل زي ما قلنا كل منطقة. صحيح. بيكون عندها كل ما اتجهنا جنوبا كل مكان الألوان كثيرة وحارة. والألوان الداكنة بالذات. يعني مثلا تلقى الأخضر، الأزرق. صحيح. الأحمر يعني على حسبه الأحمر. نعم. عشان يقوي لك الألوان التانية. صحيح. فدي الألوان الموجودة، لكن الألوان إذا مسكناها في جانب التشكيل مهمة جدا جدا. نتكلم عن مدلولاتها يعني، لأن اللون عنده حس نفسي. نعم. يعني أنت لما اختيارك والله ما بيجي عفو يعني عفوي. صحيح. لما أنت تجي تختار مثلا تمسك اللون الأصفر معناه في دلالة للون الأصفر في العمل. نعم. بتاعك. نعم. لو مسكت اللون الأخضر بتلقاه الأثر النفسي بتلقى. نعم. يعني لو جات في لوحة تشكيلية كده فيها مجموعة تحت الألوان بتقدر بتقرأ نفسية الزول العمل. نعم. العمل ده من خلال المدلولات، من خلال الرسم ومدلولات من خلال الألوان. نعم. ففي مدلولات بسيطة عندنا نحن، يعني مثلا نقول لك اللون البنفسجي، اللون الحب، اللون الاصفر، اللون الغير. نعم. لا هذا كلام سائل بالمناسبه. لكن عندها مدلولات نفسيه عند ناس علم النفس. عندهم الكلام ده، ليه انت بتختار اللون الاخضر، ليه انت بتختار اللون الكذا. الناس بيلبسوا احمر بالمناسبه، يعني احمر عادين. آه بيلبسوا. نعم. احمر، وبعدين. صحيح. ممكن الزول اللي بيلبس احمر ده تلقاه زول هادي جدا. بالضبط. صحيح. فهي بيقولوا ما معناه صارخ يعني. ما. نعم. معناه صارخ بمعنى اللون الاحمر. في نوع ثاني ده كمان ما بتفهمه، رمادي بيكون. اللون يعني رمادي. القميص رمادي والبنطلون رمادي. ما بتفهم يلا بالضبط. يلا دي الالوان. نعم. الالوان الغامضه مشتقات اللون الابيض. يعني انا لما اجيب لون ابيض في الطرف واللون الاسود. نعم. اخلطهم يهو بدون اللون الرمادي. يعني حتى سنح في العمل الفني ما بنحبذ اللون الاسود. في العمل لانه لون تحس به لون قاسي، لون. نعم. مظلم يعني. صحيح. ما كثير في اللوحات. صحيح. ما بتلقاه اصلا في. نعم. في العمل الفني، فدائما نحن على حسب التركيبه حقتنا الاخضر، النيلي، البنفسج، السماوي. السماوي. نعم. بتلقاه كثير. ليه؟ لانه نفسيتنا والله جميله. يعني ده بيعكس لك نفسيه الانسان. نعم. ما بتلقى اصلا. شفت الشراسه دي والله من الشمس بس. يعني بتلقانا شرسين حروه كتاحه بتخلي الدول اخلاقه ضيقه. صح. لكن جوانا نفسيتنا لما نجي نعمل العمل الفني بنكون جميلين جدا. نعم. الله يطول. ممتاز. وطبعا الحاجه دي بتمتاز بها النساء اكثر. يعني اختيار الالوان بالتحديد، يعني في اختيار ال في اختيار الماتشنج دائما بيكون في ماتشنج ما بين بالفطره الغريبه الكلام. أي يعني بالفطره يعني بتحس بيها انت احساسك يعني. نعم. انت بتحب شنو يعني تعمل، لكن مرات بتحب شنو الناس عايزه. يعني انا مثلا ما شليله صاله لحفله هنا الالوان بتكون مختلفه. نعم. فبتقوم ذوق الناس بيدخل. صحيح. يتغلب على ذوقك فبيتعكس على يعني ما ممكن الشيء. تمشي بديك بنفسجي ما ممكن طبعا. اي رغم ان هسه وجدت موجوده الحاجه دي يعني. والله هي موجوده لكن. يعني برضو فيها يعني حده شويه كده يعني. يعني احنا لما نمشي بك مره النفسيات الزول ما بتليق بالمناسبه. ما بتليق بالمناسبه. صحيح. انا عكسي انه ماشي فرح معناه ابسط الناس يعني. الزول ذاته لو شافني انا لابس بنفسج وكده والالوان. نعم. الجميله والهنا بيكون مبسوط. فالالوان دي لها اثر عميق جدا في نفسيه الانسان. نعم.
اللي يكون انطباعي عنك من خلال اختيارك لالوانك يعني. اختيارك لالوانك يعني، يعني احنا عندنا الالوان ذاتها بنقسمها، عندنا الالوان الحاره، الالوان البارده، الالوان الدافئه كده. فانت طبيعتك لو زول يعني زول هادي كده ما حد ناي الالوان الازرق، الالوان الالوان البارده دائما اختياراتك بتكون الالوان البارده. والحاجه دي برضو بتظهر في الفنانين بالتحديد او المغنيين بالتحديد يعني. دائما الوانهم يعني لافته وعجيبه جدا يعني. بتلقى زول لابس بدله صفراء مع قميص بيكون كونتراكس خالص للون الاصفر. طبعا نحن لو جينا للفنانين ديل فانت هنا كمان دي ما دي رساله ثانيه. فالشخصية بتاعت الفنان، أنا لما نيجي فنان أغني بركز على الصوت، بركز على الأداء، بركز على اللحن، على الموسيقى اللي حوله. صحيح. لكن لو هو عايز مثلا البدلة الصفراء دي بكرة تظهر في السوق شغل بتاع بيزنس. أها. فكده البدلة دي بكرة بتلقى الشباب كله لابس بدلة صفراء. زي التياب. بس زي التياب، والله المذيعة طلعت بتوب كده بكرة السوق كله يشتغل فيها. والفنانات الفنانات ممتازة بالتياب. أيوة ممتازة بالتياب، فده شغل هنا دخل فيه والبيزنس. فنحن ناس الفنون ديل داخلين في كل شيء. نعم صحيح. أي شيء. نعم. يعني ناس تطلع الليلة العصيدة لما تكون كده ظابطة والملحن هاي تلقى الصف طويل جدا جدا في السوق. فاختياراتنا في أي حاجة مربوطة بشنو؟ مربوطة بالألوان. طيب آخر سؤال عشان ما يفوت علي، شوارعنا دي محتاجة لشنو؟ يعني زي ما قال راحل بروف دكتور منصور خالد إنه ده تلوث بصري وشغب عمراني قاعد يحصل في العاصمة والمدن الكبيرة ده يعني. في رأيك كفنانة شوارعنا دي محتاجة لشنو؟ والله شوارعنا محتاجة لشيء يعني سهل جدا يعني ما صعب والله، وأي زول ممكن يعمله. نعم. الزراعة والنظافة. يعني نحن مفترض الخرطوم دي مش الخرطوم السودان كله. نعم. يكون لما عيليه من فوق ما تشوف أبيض ولا أصفر. نعم. ولا تشوف أخضر. نعم. يعني ممكن يعني احنا أصلا ما عندنا ناطح السحاب عشان ما هنا يعني ممكن كلنا تكون تحت الأخضر. صحيح. تكون تحت الاخضر لان ما بقى التوسع بتاعنا افقي ما توسع راسي. صحيح. فدي جميله جدا يعني هسه نحن الشوارع بتاعتنا بتلقاها وسخانه بتلقاها ما صحيح. يعني ما في اصلا زول يهتم لك بموضوع النظافه ده خالص. محتاجين جداريات في رايك؟ محتاجين جداريات كبيره. جداريات لكن الجداريات ذاتها ما اي زول ما يزول بيعمل الجداريات. صحيح. الجداريات دي ذاتها رساله. فيبقى لازم الزول اللي بيعمل الجداريات يكون زول متخصص يعني. هسه انا بجي بشوف الجداريات المعموله دي باللون الاسود. يعني اللون الاسود ده اصلا ما مفروض يكون. يعني حتى لو انت الغضب ما عنده الوانه يعني. صحيح. بتعبر عن الغضب بـ 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 بالرسم ذاته بالزول الغاضب والكده يعني انت دار توصل رسالتك دار توصل صوتك لكن ما بترسلها باللون الاسود. اللون الاسود ما جميل اصلا في الرسم للعين ما مريح. اي نعم. فالحاجات دي مفترض تتعامل في جمعيات. الناس تعمل جمعيات بالذات الفنانين التشكيليين وخريجين نحت كتار جدا جميل. يعني ممكن نستفيد منهم في شوارعنا العامه دي يعني. والله العظيم هو الناس نعم. بتقول لك يا اخي تحتاج لتماثيل بتقول لك ما تاخذ فرصه ما تدور فرصه لكن لا والله المبادره. المبادره بالعمل يعني ناس العمل بتاع التماثيل ما صعب. صحيح. يعني هو الاسمنت عندنا راقد والرمله راقد والجبس موجود. الجبس موجود. نعم صحيح. يعني كيف بس الناس تحدد الموقع وتعمل له المبادرة. مبادرات يعني بس والله يعني شغلانه بسيطه وان شاء الله الجايه ان شاء الله والله الناس بدها توعى ولا تفكر. استاذه فاطمه عبد الرحمن القريش الفنانه والاستاذه والمربيه انا اشكرك جدا يا خالي وجودك معنا الليله في فقرتنا الاولى صباح الشروق. شكرا جزيلا. وانا اشكركم جزيل الشكر والله ومبسوطه جدا جدا. وبس في حاجة نسيت أنا مفترض أقولها من الأول بداية. أنا أهني الشعب السوداني بعيد الاستغلال المجيد وأتمنى يعود علينا بالاستقرار ونشوف بلدنا جميلة وأترحم على كل أرواح الشهداء الشباب الناضرين ضحوا من أجلنا وإن شاء الله بالتوفيق لكم ولكل السودانيين وشبابنا الصغار ان شاء الله. تسلم يا رب. الله يبارك فيك. حنمشي الكنترول وحنعود مره اخرى نتواصل في حلقتنا من صباح الشروق. We'll be right back.
كل عين، يا حشمة وجمالك يفرح كل عين، جنب العين وصالك شايفه كتير علي. شفتك ساهي سادر يدني كم نظر، كل الفيك زاهر نادي وطعم نادر غيرني وسحر، كل الفيك زاهر نادي وطعم نادر غيرني وسحر، معجب بالطفاير شعر الدواير مغرم بالمساير والشعر الدواير والنور الجهر ودلال الحراير الغر النواظر ربات الخفر، دلال الحراير الغر النواظر ربات الخفر، لو ما طبعي آمر من أعلى المنابر المنابر أنادك يا قمر، يا مجاهل وشاعر يا عشان نواظر أجمنت السهر، مجاهل وشاعر يا عشان مناظر أجمنت السهر، سهر يا هلا يا راسي يا أبلغ خيول، الحي يرمي تيهك يا شرحك يطول، الحي يرمي تيهك يا شرحك يطول، للأسعد عمري فيك دايما أقول. جمالك يفرح كل عين،
بالعين وصالك شايفه كتير علي. أينما كنتم لكم التحية في كل مكان، تواصلنا معكم مستمر. لك الرحمة والمغفرة دكتور كابلي، بحجم تأثيرك على الناس وتأثيرك على المجتمع بشكل عام على المستوى الفني بالتحديد، كابلي أو دكتور كابلي الراحل المقيم، وكان مغنيا وملحنا وشاعرا فزا ومثقفا، له الرحمة والمغفرة. وما كان مجاني أنه إحنا جبنا أغنية للدكتور الراحل عبد الكريم الكابلي، لأنه الفقرة الجاية هي حتكون عن شيخنا البرعي وعلاقته بشيخنا البرعي والمحبة اللي كانت بيناتهم. هنتكلم عن صوفية الكابلي حتى، وهنتكلم عن الصوفية بشكل عام، ولهما الرحمة والمغفرة. وأنا كل سعادة بإنه يكون معي الشيخ عبد الرحيم حاج أحمد. أهلا بك ومرحب بك وصباح الخير عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومشكورين على الفرصة الجميلة دي إن شاء الله في هذا الصباح الجميل. تسلم يا رب. وإن شاء الله أخواننا المشاهدين يعني يستمتعوا معنا إن شاء الله يا رب باللقاء، يعني كما مثل ما يستمتعون بهذا الجو اللطيف صحيح الصباح إن شاء الله. بالضبط. وأنت حفيد البرعي. نعم إن شاء الله. من والدتك. نعم نعم. وتربيت في كنفه طبعا. الحمد لله. حابب معك طوالي بعلاقته بكابلي، وانا عرفت انه هو صديق ومعجب به جدا وفي محبه بيناتهم يعني. نعم نعم نعم. وهو طبعا يعني سبب العلاقه معلوم انه الراحل الفقيد دكتور الكابلي هو رجل متصوف جدا من ناحيه. نعم. ومن ناحيه طبعا معلوم يعني مكانته الأدبية صحيح واهتمامه بالنص. نعم. وبالثقافة السودانية. نعم. والتراث السوداني صحيح والمديح النبوي. فده يعني دي يعني ممكن الأسباب العامة. نعم. اللي بتخلي لازم يكون في صلة صحيح يعني. لكن سبحان الله أنا عرفت يعني على الكابلي في فترة قبل كده بكثير، يمكن كان عمري 15 سنة. نعم. والسبب في ذلك أنه أنا يعني يعني انجذبت للنصوص والأغاني اللي كان كنت بستمع لها من الراديو، وحبيت أنه أتعرف على هذه الشخصية. نعم. يعني حاجة كده فطرية، ما كان في حاجة شخصية يعني. نعم. هو شوية شوية لغاية ما يعني الظروف جمعتني بالزول ده، فبعد ذلك هو عرف بعد ما عرف علي. نعم. عرف أنه أنا عندي علاقة بشيخنا البرعي وتحفيده. نعم. فقال لي يا أخي أنا والله لي فترة طويلة ودار أمشي الزريبة، وكل ما نرتب عشان نسافر تحصل لنا ظروف تخلينا ما نمشي يعني. نعم. فأنا وقت أنت أصلاً يعني عندك صلة بالشيخ، أنا دايرك تكون رابط بيني وبينه. نعم. وتهيئ لي فرصة أني ألاقيه. نعم. ويمكن في الفترة دي كان أبونا الشيخ يعني مجيئه يعني هو متواصل للخرطوم، لكن ما كان بيقعد فترات طويلة. نعم. وظروف الكابلي وسفره وشغله صحيح مرات كثيرة، وأنا ذاتي ما كنت مقيم هنا في الخرطوم أصلاً يعني. نعم. كنت مقيم في كردفان هناك في الزريبة. في الزريبة. نعم. فلكن تواصلي مع الكابلي كان ممتد يعني متواصل يعني في فترة طويلة يعني. المهم من أول يوم. نعم. الكابلي طلب أنه يلاقي أبونا الشيخ، لغاية ما قاعد مع أبونا الشيخ القصة دي أخذت 20 سنة. لا حول. بقى الوسيط هو أبونا الشيخ يعني بعد 20 سنة. بعد 20 سنة حتى قاعد زي قعدتي وقاعدة تقديم معاه. نعم.
وبقى في تعارف يعني شخصي. نعم. وكذلك يعني في انا كنت بتردد على الكابل كثير في بيته. فمره من المرات قال لي يا اخي انا داير اسجل جدد وضوك. يا سلام يا القصيده بتاعت ابو الشيخ. ودايرك تجيب لي النص بتاعه. فقلت لي جيب ورقه. مدحها فعلا. فعلا مدحها. قلت لي جيب ورقه وقلم. فجاب لي ورقه وقلم طوالي انا حافظ النص في قاعد لانه انا طلبت منه قبل 20 سنه. نعم. انه يمدح لي ابونا الشيخ. نعم. فجاب لي الورقه والقلم كنا قاعدين في بيته. فقام كتبت عليه. وقبل ما يسجلها حصل اللقاء بينه وبين ابونا الشيخ. نعم. في يوم من الايام قلت له والله يا ابونا الشيخ اليوم موجود في الخرطوم. فانت اذا بتقدر تجي تعال لنا عشان تقعد معه. فعلا جاء ومعه زوجته. نعم. واتهيأت لنا فرصه لانه كنا في مناسبه كانت في نادي الشرطه. ابونا نعم. الشيخ كان مدعو لاحتفال كده. نعم. ففي الضيافه ابونا الشيخ والكابل كانوا قاعدين وجها لوجهي كده وبيقوا يتونسوا فتره يعني الونسه والفتره بتاعت التعارف دي. نعم. هي ما كانت اكثر من ساعه لكن يعني ما كان بيلقوها لانه ابونا الشيخ طبعا انت زي ما تعرف انه طبعا الشغلات والضيوف طبعا والناس طبعا طبعا صحيح. لكن المكان بقى مناسب جدا لانه وهو في الفتره دي اشبع يعني. نعم. كل اللهفه بتاعته لانه يقعد مع ابونا الشيخ ولقى فرصه طيبه. حلو. وكلمت ابونا الشيخ قلت له الاستاذ الكابلي ده داير يمدح جدد وضوءك. قال له طيب ماله نحن اصلا اي زول داير انه يمدح. يا سلام. ولما مدحها ابونا الشيخ يعني انبسط جدا. يا سلام. انبسط جدا. يا سلام. تسلم يا اخي. نحن هنعود لك ثاني. طيب. عندنا فاصل قصير. طيب. ونعود. في من عادا هاك من يحبك أذكر إلى هاك يوم بوريك طبك أحسن في من عادا هاك من يحبك أذكر إلى هاك يوم وتنسى ربك أكثر لذكر الموت تلقى بطبك بل أنسى إحسانك في من يحبك وتناسى يوت لإساءات من يسبك أذكر إلى هاك يوم بوريك طبك أحسن في من عاداك ومن يحبك أذكر إلهك يوم فيما يهمك أجعل جميع فكرك شغلك وهمك ثم احترم شيخك والدك وأمك والحاكم العادل خالك وعمك أذكر إلهك يوم بوريك طبك أحسن في من عاداك ومن يحبك اذكر إلهك يوم لا تفشى سرك لكافة المخلوق لو يبقى سرك أخشى الذي يعلم جهرك وسرك كالأولياء السادة الحال يسرك أذكر إلهك يوم بوريك طبك أحسن في من عاداك ومن يحبك أهي بحرك وبرك بحرك وبرك زاور جميع الغوم كتوم وبرك قبل قدم أمك وبه تبرك قبل قدم أمك وبه تبرك بر والديك لكي ابنك يبرك أذكر إلهك يوم بوريك طبك أحسن في من عاد ومن يحبك أذكر إلهك يوم أهي بحرك وبرك
بحرك وبرك زاور جميع الغوم كتوم وبرك قبل قدم أمك وبه تبرك قبل عدام أمك وبه تبرك بالوالديك لكي ابنك يا برك أذكر إلهك يوم بوريك طبك أحسن في من عاداك ومن يحبك أذكر إلهك يوم أحي أحلب لدرك أحلب لدرك والدك وهب لك أم ذهبك ودرك خالف هواء نفسك حسدك وضرك خالف هواء نفسك حسدك وضرك واحذر عقوق والديك في الحين يضرك أذكر إلهك يوم بوريك طبك أحسن في من عاداك ومن يحبك أذكر إلهك يوم أهي أحلب لدرك أحلب لدرك والدك وهب لك ذهبك ودرك خالف هواء نفسك حسدك وضرك خالف هواء نفسك حسدك وضرك واحذر عقوق والديك في الحين يضرك أذكر إلهك يوم بوريك طبك أحسن في من عاداك ومن يحبك أذكر إلهك يوم أهي الذم حلك الذم حلك وتحل بالآداب حرمك وحلك واصبر لأمر الله حين يمتحلك واصبر لأمر الله حين يمتحلك من رفقة الأسواق والشر يحلك أذكر إلهك يوم بوريك طبك أحسن في من عاداك ومن يحبك أذكر إلهك يوم أهي الذم حلك الذم حلك وتحل بالآداب حرمك وحلك واصبر لأمر الله حين يمتحلك واصبر لأمر الله حين يمتحلك من رفقة الأسواق والشر يحلك أذكر إلهك يوم بوريك طبك أحسن في من عاداك ومن يحبك واذكر إلهك يوم أو اذكر إلهك يود ويود يود هو الاستمرارية نعم يوماتي لأنه في ناس فهموها بطريقة تانية صحيح عملت لغط في وقت من الأوقات يعني صحيح له الرحمة شيخنا البرعي البرعي كان معجب جدا بأغنية عز الليل أيوة اللي تغنى بها الكاملي أيوة نعم شنو السر في رأيك؟ والله هو هي دي قصة حصلت بين يعني رواها الشاعر الأستاذ الشاعر التجاني حاج موسى له تحية له التحية صحيح فكان في فترة من الفترات أبونا شيخ طبعا عنده علاقة بجملة من الأدباء منهم سعادة اللواء الخير عبد الجليل المشرف نعم ومنهم الأستاذ الراحل الفراج الطيب وفي فترة من الفترات كان مكتب اللواء الخير في المجلس الوطني نعم وكان فراج الطيب عضو في المجلس الوطني برضه فكان مكتب اللواء الخير أبونا الشيخ بيزور اللواء الخير في مكتبه نعم ومكتب اللواء الخير بعج يعني بالأدباء والشعراء بيتردد ففترة من الفترات يوم من الأيام أبونا الشيخ جزار اللواء الخير وكان معاه المجموعة من الشعراء كان من بينهم الأستاذ التجاني نعم فبيروي التجاني حاج موسى التجاني حاج موسى له التحية نعم فبعرفوا فيه بأبونا الشيخ نعم فيعني بيتعانق وكده وأثناء ما بيسلم عليه سعادة اللواء قال له ده الشاعر التجاني حاج موسى نعم فالتجاني حاج موسى قال أبونا الشيخ خمس له في وزنه قال له في جواي صدى الذكرى يا سلام يا سلام نعم نعم فيعني فدل الجزئية اللي هي ربطت الثلاثي ده صحيح يعني بهذا النص طبعا يعرف هذا الارتباط بعدين في عز الليل طبعا هي حقيقه فيها برضه بتلمس
يعني فيها معنى القيام الليل والسهر والمحبة والشوق، فهي يعني نص يعني متعدد المفاهيم. كان لقام بلحن واللحن كبير أصلاً طبعاً. هو هاجر من أجله يعني. صحيح. ولأنه هو اللحن ده أصلاً ما يعني الجو بتاعه ما كان سوداني. صحيح. لأنه لحنه في السعودية. ده بدخلنا طوالي في المغالطة. نعم. المغالطة القديمة المتجددة يومياً في نعم. في حرمة الغناء. أيوة. وتحليله. نعم. ما أعرف شنو ممكن يكون رأيك أو رأي أبونا الشيخ كان شنو؟ لا هو الأهم من دراية الدين يعني. نعم. لأنه نحن يعني تعاملنا وسلوكنا لازم يكون يعني له أساس نعم. من الاتباع صحيح أو الامتناع يعني. وطبعا معروف هي مسألة خلافية زيها وزي أي مسألة أخرى يعني، حتى الصلاة فيها مسألة خلافية، في ناس بيصلوا كده وفي ناس بيصلوا كده. صحيح. فدي ما إشكالية أصلا يعني. والسيدة عائشة رضي الله عنها يعني حينما سئلت عن الغناء، ومعلوم طبعا انه حتى في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حضور الرسول صلى الله عليه وسلم كان حصلت يعني حفله او يعني فاصله غنائيه يعني قدمت يعني، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع اليها. فدي مساله ما اعتقد انه يعني الناس حقه يخوضوا فيها بجدل، لانه دي من المسلمات. والشعر ذاته باعتباره موسيقى وغناء كان يردد ويتلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مساله وليس يعني مزمار شيطان. فالسيده عائشه قالت شنو كما قيل يعني؟ لا يعني هي المسألة يعني نحن بهم المزمار الشيطان ده موضوع تاني. صحيح. لكن الغناء كأدب وكشعر نعم وكلحن يعني هو يتردد أمام مشهد الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء من طلع البدر عليه. نعم صحيح. طلع البدر علينا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان ممكن الجماعة اللي استقبلوه بطلع البدر علينا ديل نعم. يقول لهم دقيقة يا جماعة كلام الموضوع ده حرام ما تعملوا. نعم. وهو المبين والمعلم نعم. يعني الاول يعني صحيح. ما لا يخشى في الحق لو متلاقي صحيح. صحيح لكن ما منعه بالتاكيد. فالسيده عائشه قالت ماذا قالت يعني مقوله السيده عائشه اصبحت هي اساس ان الغناء حسنه حسن نعم وقبيحه قبيح قبيح بالضبط. بس احنا دايرين مضمون صحيح. اذا وجدنا مضمون حسن فهو عند الله حسن نعم. إذا كان قبيح هو عند الله قبيح يعني حتى النفس نعم. البشرية أنا وإنت نعم. الناس الأسوياء والناس اللي عندهم ذائقة سليمة نعم. بيرفضوا زي ما أسيا نحن يعني طوالي لما تنزل حاجة يعني مثلا يعني مرفوضة أو مخلة نعم. في الوسائط طوالي الناس بتناولوها أنه صحيح. شوف بالله ده العمل شنو شوف ده القابل شنو نعم صحيح. إذا في ناس بيرددوا حاجة ما كويسة أو في ناس بيستمعوا إلى حاجة ما كويسة فهم المكويسين نعم. مش لأنه المحتوى كله برمته نعم. نحن نشيله ونرميه في النفايات لا. طيب بتكلم عن التأثير الصوفي على الشعب السوداني بشكل عام وبرضه نعم. ده كلام قديم متجدد نعم. يعني عشان كده أنا حريص جدا إنك تقول كلام في هذا الموضوع نعم. يعني التأثير الصوفي علينا كسودانيين كلنا. هو الإسلام إسلام السودانيين كلهم إسلام صوفي نعم. ما في ذول غير صوفية يعني جاء يعني علم الناس الدين ولا القرآن ولا حتى مبادئ الإسلام في دخول الإسلام في الفترات الأولى غير الصوفية ما نعم. في ولا كان هو ذاته في الفترة ذاك ما كان ذاته في غير الصوفية ما كان في مسلمين نعم. يعني 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 الناس كلهم كانوا صوفية من بداية الرعيل الأول والعهد الأول والأئمة الأربعة والمؤلفين والمفسرين وأهل السنة والجماعة مرورا بابن عربي مرورا كل يعني حتى الفقه نعم. يعني رواة الحديث رواة علماء الفقه يعني علماء اللغة العربية نعم. الناس الأرسو دعايم التعاليم الدينية نعم. في تاريخ الإسلام كلهم صوفية يعني حتى الناس اللي هم أسي عندهم مثلا راي في الصوفية أو بيتهم الصوفية ببعض الاتهامات هم كمتهمين أو كيعني مثلا رافضين لمسألة التصوف
التصوف كان قبلهم يعني. نعم. كان قبلهم يعني كإسلام وكدين وكتعاليم. ده ما يقول التاريخ. ده التاريخ. صحيح. هما يعني هما طارئين على تاريخ الدعوة الإسلامية. ولما في السودان عندنا هنا كانوا الناس يعني جو أوقدوا نار القرآن وأقاموا حلقات العلم وعلموا الناس الدين وأدخلوا الناس الإسلام وحببوا الإسلام للناس قبل ما يقولوا لهم تعالوا أسلموا. ما في زول في الإسلام في السودان ما كان فيه حرب ولا فيه فتح ولا فيه قتال ولا فيه معاهدات ولا أي شيء. دخل بالمحبة بس تلقائي. صحيح. تلقائي زي انسياب النهر ده يعني منساب يعني فمن شاف اليوم ومن شاف اليفر. فالناس دخلوا الإسلام بهذه الكيفية وتشكلت يعني وجدانيات الناس وثقافة المجتمع على هذا الأدب الصوفي والسلوك الصوفي والتجرد والمحبة والإيثار ويعني إيواء الناس يعني واطلاع الغني بحق الفقير وإلى آخر ما عشان كده عشان كده نلقى احتمال يكون الشعب السوداني أكثر شعب كتب في المديح. ممكن تقول كده يعني طب. يعني هي المسألة دي ممكن تطلق من باب المحتوى المتاح والمتوفر يعني أولاد الماحي وما قبل أولاد الماحي ما بنقدر يعني. ما بنقدر يسمعونا ناس تانين في المغرب ولا في اليمن يقولوا برضو عندهم إنتاج بالضرورة يعني لكن نحن المتاح لنا من معلومات أو من آثار فهو كثير جدا. أبونا الشيخ البرعي مثلا يعني آلاف مؤلفة من المدائح. صحيح صحيح. ويعني أنا طبعتها من الحاجات اللي قدرت ألملمها في عمري المحدود ده الآن الموضوع بس الموضوع بس 17 ديوان مديح حول الله منه اللي تلحن ومنه الموجود وكله نعم. ملحن يعني نعم وده ده قدرنا نحن نوصله للناس لسه عندنا يعني مادة لسه ما طلعناها وعندنا مادة ما جمعناها كمان يعني أو ما تحصلنا عليها لأنه يعني برضو السعي جاري في أنه الناس يعني يضيفوا بالضبط يعني وتطلع الدواوين دي يعني أنا عرفت برضو المعلومة الاحتمال الناس ما يكونوا يعني ملمين بها ما الناس كلهم يعني لأنه أبونا الشيخ البرعي كان خطاط للغاية يعني ونحن عندنا نماذج يا ريت مخرجنا مهدي لو ادينا نماذج لخط اليد من ابونا الشيخ البرعي نعم هاي طيب دي طبعا الصفحه من مصحف كامل نعم هو في الحقيقه المصحف خطه الخليفه الحالي شيخنا شيخ الفاتح خالد أيوة. شيخ الفاتح طيب لكن الـ 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 بعد ما كمل المصحف شيخ الفاتح كله نعم. اخر صفحه واول صفحه دي كتبها أبونا الشيخ بيده أوكي. فدي أسئل للصفحة الأخيرة طيب. دي طبعا ده دعاء دعاء يعني بنقرأه ونحن في كل صلاة بعد كل صلاة نعم. مع الأذكار بتاعت الصلاة فبرضو كتبوا لي نعم ده خطاب طبعا لكاتبه لأخونا مولانا القاضي اسمه محمد خليفة نعم. القاضي الشرعي الكتابة دي بالبوص لا دي بالقلم الشيني ما بالبوص لا قلم الشيني لكن دي قبل الاولى بتاعت المصحف بالبوص اللي هو القصبه بالدوايه لكن طبعا يسموها البوص برضو نعم دي كاتبه لابونا الشيخ خطاب لابونا الشيخ حمد الجعلي الحاج حمد رحمه الله يعني بيناتهم كان برضو في تواصل ومحبه فكان رسل له التهنئه دي وكان جا من سفر وكان مريض فرسل له زي يعني لكن فعليا خطاط يعني صحيح. ما شاء الله يعني فعلا وشوف الخط يعني صعوبة المسألة دي تخيلين الورق أبيض ما في سطور ما مسطر عليه الحاجة دي لكن كده ماشية كده بالضبط تحس بأنه بالضبط فطرة الفنان طبعا صحيح لوحة فنان طبعا يا سلام في جبل مرة أيوة تمحى الأحزان أي نعم فالفنان يعني ما محتاج يعني حتى لو صحيح. غمض ممكن على فكره يكتب يعمل حاجه جميله هو مرح كان صحيح ومبتسم ابونا صحيح. الشيخ البرعي صحيح. لا يرد شخص ولا صحيح. ولا ينهر ولا صحيح. ولا ولا تكلم عن اوصافه شويه
هو ترى هسه نحن سمعنا للقصيدة بتاع بوريك طبك. نعم. وكان شنو لأحبتك وأعداك. نعم. كن بيضة سنة. بيضة سنة اللي هو مبتسم. أيوة. دي التورية طبعا. دي طبعا دي المقولة دي هي المقولة السنة يقول لك فلان ده سنه بيضة. صحيح. سنه بيضة معنا دائما سنونه ظاهرة. نعم. للناس اللي بيتعامل. فدي دي ده الحاصل يعني. ويمكن المسألة دي هي يعني هو سلوك منبني على اتباع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما التبسم. لم يكن فظا ولا غليظا ولا. لا. كنت فظا غليظ القلب. نعم. لانفض من حولك. من حولي. نعم. فلذلك يعني فده تأثر واتباع. لكن طبعا بقى يعني الشخصية لها يعني مكونات الشخصية. وقيمة العطاء الداخلة. نعم. ومحبة للآخرين. دي أشياء لما تتوفر في شخصية زي أبونا الشيخ. نعم. فمؤكد يعني حتى يعني لما يكونوا حوالينه الناس يحكي لهم نكت. نعم. يا سلام. عشان إدخال السرور. إدخال. نعم. السرور في قلوب الناس. ده ما عبادة. نوع من العبادة. فما بيكتفي بالإطعام. أو بيكونوا يدي. رغم الناس دي كثيرة جدا يعني. يعني ده دي يعني دي طلت بالي. الكثيرة اللي أنت يعني لو شفتهم على الطبيعة ولا شفتهم في التصوير. بكثرتهم دي أي واحد فيهم يأخذ نصيب من وقت الشيخ. سبحان الله. يعني له خصوصية أقل واحد فيهم. ألاف مؤلفة لكن. الألاف المؤلفة دي خصوصية أقل واحد فيهم بتكون ما أقل من خصوصية أعظم واحد ولا أغنى واحد ولا أكبر مسؤول. نعم. ف يعني كده هي المسألة بتاعت المحبة معاشرة الناس. نعم. يعني هي هو سلوك يومي وحياتي. والغريبة لا تخلو. والغريبة الغريبة أنه في اليوم اللي توفى فيه. نعم. الضيوف اللي كانوا موجودين في المسجد قابلوه مع أنه كان مريض. سبحان يعني. الله. يعني هو برنامجه البداوة قبل 60 سنة من من بداية الخلافة. نعم. لما مسك الخلافة هو خلافته كانت 60 سنة. فبرنامجه البداوة قبل 60 سنة لغاية ما بعد 60 سنة وهو كان عمره أكثر من 80 سنة. نعم. ما غير حد ما توفي. يعني برنامجه اليومي ما غيره أبدا. من نهاية الدوام حقه من مقابلة الناس في صلاة الصبح. إلى غاية بعد صلاة العشاء. ما غيره تماما لغاية ما توفى. لغاية يوم اللي توفى فيه. فدي هكذا كانت يعني الرحمة ومحبة المحبة للناس. نعم. وطبعا كون الناس يحبوه ده شيء طبيعي طبعا. بالضبط. لأنه المحبة يعني أخذ متبادلة. نعم. طيب كيف هو يعني حال الزريبة كيف بعد وفاته؟ هل لسه في نفس. نعم. الكمية طبعا أكيد بيكون نقصت كمية الناس يعني. والله الحاجة الغريبة أنه الناس زادت. نعم. الناس الآن اللي بيجوا الزريبة أكثر من الناس اللي كانوا بيجوا لأبونا الشيخ البرعي في حياته. نعم. وكذلك الـ يعني لا ليه في حاجة طبيعية يعني. ما هو إذا كان أبونا الشيخ يعني كان مثلا بيجوه مثلا في مناسبة أو في اليوم الواحد بيجوه مثلا 5000 نفر. 5000 نفر دي في 15 سنة دي أي واحد جاب له 3-4 أولاد. فجابوا يقروا يقعدوا مع الشيخ على البيجو يزوروا مع في كأسر. ده شيء طبيعي أنه العدد يزيد. كمان الوفاء. الوفاء. والوفاء. يعني الوفاء والمعروفين نحن كسودانيين يعني. بالضبط. صحيح. وفيين جدا لا ينسوا الجميل. أصلا. لا لا ما في كلام. كذلك المساجد اللي اتبنت في حياة أبونا الشيخ البناء بنفسه عشرات المساجد. الآن اتبنت مساجد أكثر منا في عهد الخليفة. ما شاء الله. فما في يعني نحن صحيح أنا من الناس اللي كنت قلق جدا بعد وفاة الشيخ ثم ماذا بعد. نعم. لكن الحمد لله وده عطاء رباني أنا في تقديري. يعني لما يكون في مثلا 1000 نفر بتتقدم لهم وجبتين كل يوم على مدار أكثر من 100 سنة ما في يوم من الأيام الأكل ما كان موجود. فده عطاء رباني يعني. صحيح. حتى ده ما عطاء بشري يعني. نعم. هو ربنا داير كده. بالضبط. وعشان كده ربنا بيهيئ الأسباب. نعم. لأنه هذا العطاء يمتد. كرسوا وسخروا. أيوة نعم ما في كلام. والله يا شيخ الكلام معك سمح.
الله يديك العافيه. لكن قالوا زمننا انتهى للاسف. خلاص ما مشكله شيخنا، لكن تعال من نجيك ثاني يا ريت يا ريت المره الجايه في الزريبه ان شاء الله. انا والله لازم لازم ازور يعني. لا لا ان شاء الله بيزيك. تسلم يا اخي شيخنا عبد الرحيم حاج احمد حفيد شيخنا وابونا الشيخ البرعي، انا شاكر لك جدا انك كنت معنا الليله. الله يديك العافيه. صباح الشروق. انا واحد من الناس العشاق ومدمني الله يبارك ابلي المشرفات. يا سلام ما شاء الله. يعني احب هذه المدحه واحفظها عن ظهر قلب، لكن بس ما تلقت عندنا. يا لكن حنهدي للناس ونختم ب جدد وضوءك. يا سلام. خليه بصوتك يا سلام. جميل. اشكرك جدا. كلين جميلة. نعم. شكرا جزيلا لكم، وان شاء الله ربنا يجزيكم عننا كل خير يا رب. ونشكر الاخوان المشاهدين. نعم. على متابعتهم لنا. تسلم يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشكر كل الناس في كل مكان، التيم العامل احييكم لحسن المتابعه. نتلاقى ان شاء الله الاسبوع المقبل. خلوا بالكم من روحكم وموعدكم والمشاكل. السلام عليكم. وضوك خالف هوانا إبليس عدوك وأحن سجاد الليل وضوك خالف هوانا إبليس عدوك وأحن سجاد الليل في طريق أبوك أمسك تمام والغيلة يا عيبوك عاشر بحسن أخلاك لصاحبوك أكرم جميع الناس حتى لأبوك وأقم صلاة عاون أخوك عاون أخوك بر والديك ولو تفتل مخوك احذر من الفساق ليوسخوك والأشقياء طالين لا يمسخوك فأقم صلاة أهل السلوك يا أهل السلوك أهل الجذيب رؤساء الحضرة وملوك بنظرة لله يوصلوك والحج بيت تلقين يسألوك وأقم صلاة يخرجوك يخرجوك هم يخرجوك يخرجوك للنور من الظلمات تضيجوك من عزتك وامراضك عالجوك ناس تومات هاشم أيوك وأقم صلاة الليل وضوك
هم بيرشدوك هيرشدوك لمناهج الإحسان ويأيدوك بحب جديد أحلمهم يسندوك بيتهم يعم مالك ويكيد عدوك وأقم صلاة السلف دوكا يا السلف دوكا الأصلح البلدان لملك ندوكا النور الأرضي لباس دوكا للجائعين شادين قادم ودوكا وأقم صلاة يفتنوك لا يفتنوك أي أغنياء يضلوك برصيد بنوك وأهل البيت صدرات خدمت بنوك ثم اصطدر نظيم بطوب خلوك وأقم صلاة ملك الملوك ملك الملوك لنبيك صلي بعد من يسألوك وغايب يسير بالطريق أهل السلوك ويصلي بعد غروب شمس ودلوك وأقف صلاة وغالب هواك.